هي ليست حرباً بين مكونين سياسيين، إنها قضية قضائية بامتياز. فالنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غدا عون لم تفتح حرباً على زعيم المختارة وليد جنبلاط، إنما فتحت قضايا قضائية بدأت بإخبار لتصل اليوم إلى استغلال نفوذ في قضايا عقارية. وإليكم اليوم القصة الكاملة لموضوع القضايا العالقة والتي بدأت منذ حوالي العام. ففي منتصف شهر كانون الثاني 2022 حولت القاضية عون إخباراً من أحد الأشخاص حول ما صرح به النائب بلال عبدالله عن تحويل جملات 500 مليون دولار إلى الخارج. وفي بداية شهر شباط 2022 قدم النائب عبدالله عبر محاميه نشأة الحسنية مذكرة لضمها إلى الإخبار حول اجتزاء كلامه وتحريفه، واحتفظ بحقه بالإدعاء على من قام بذلك. إلا أن القاضي عون لم تكمل في الملف لتزامنه مع الانتخابات النيابية وخوفاً من استغلاله من قبل طرف ضد آخر. وفي نهاية شهر تشرين الثاني 2022 طلبت القاضي عون حضور عبدالله إلى مكتبها للاستماع إليه في حال كان يرغب، كونه نائباً يتمتع بالحصانة، إلا أنه رفض وطلب إبلاغه من خلال مجلس النواب. إلى هنا يبدو الأمر طبيعياً، لكن ما سنطلعكم عليه يشكل فضيحة من العيار الثقيل في موضوع استغلال النفوذ. فزعيم المختارة أراد أن يستبق صدور الموازنة في الجريدة الرسمية التي رفعت من قيمة التخمينات العقارية، وأراد نقل 306 عقارات من أصل 703 عقارات باسمه إلى اسم ابنه تيمور. وفي نهاية شهر تشرين الأول وبداية شهر تشرين الثاني من العام الحالي قام أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طرباي بالطلب من أمينة السجل العقاري في بعبدة استخدام المولد الكهربائي لإتمام عمليات النقل، لكنها أبلغته أن المولد معطل ولا يوجد مازوت، وهي بحاجة إلى إذن مدير عام المالية بالتكليف ومدير الشؤون العقارية الدكتور جورج معراوي لاستخدام المولد خارج أوقات الدوام، الذي سمح بذلك بعد تواصله مع طرباي. وبالنسبة إلى مشكلة المولد قام زعيم المختارة بحلها وأصلح المولد وأمن مادة المازوت لتشغيله. هذا الموضوع بعدما تم التطرق إليه إعلامياً حرك القاضي عون التي أشارت في منتصف شهر تشرين الثاني مراسلة الشؤون العقارية بغية معرفة كيفية نقل العقارات، طالبة تزويدها بأرقام هذه العقارات وشملها كافة الأراضي اللبنانية مع تاريخ صدور المستندات. وبعد رد الشؤون العقارية طلبت حضور معراوي بصفته شاهداً لسؤاله في الموضوع، لكن رده كان مفاجئاً وطلب إبلاغه بالتسلسل الإداري. فلماذا لم يحضر معراوي بصفة شاهد؟ عند ذلك قامت القاضي عون باستدعاء هيثم طرباي للمثول أمامها لمعرفة كيف تم نقل هذه العقارات، لكن الأخير وبناءً على توجيهات معراوي رفض الحضور طالباً أيضاً إبلاغه عبر التسلسل الإداري. وهذا ما دفع عون إلى طلب حضوره بتاريخ 5 كانون الأول أي يوم الاثنين المقبل تحت تحذير بإصدار مذكرة جلب بحقه وإحضاره مخفوراً إلى التحقيق. وفق هذه المعطيات فإن ما قامت به عون هو تحت سقف القانون، والسؤال البديهي عند أي مسؤول قضائي وحتى عند أي لبناني كيف يتمكن جنبلاط بنقل ملكية 306 عقارات بفترة بسيطة فيما يعاني أي مواطن عادي من تسجيل عقاره على مدى أشهر وربما سنوات. والمفارقة أن الزعيم الدرزي سيكتسب المليارات، فرسوم التسجيل العقاري ارتفعت بعد صدور قانون الموازنة بسبب ارتفاع القيمة التأجيرية والتخمين العقاري وحرمان الخزينة من واردات هي بأشد الحاجة إليها، مفضلاً مصلحته الخاصة على المصلحة العامة. ما بعرف بالاخر يعني كلمه بالناصب الزايد